سألت شابا: نفسك فيه؟ قال لي جوابا لم أرد عليه وسكت. سألت نفس السؤال وأجاب عليه: هو الدنيا يا بي، جواز وخلفة وبيت نتربى فيه. قلت له: عندك كم سنة؟ قال لي: أنا شاب في الجامعة ونزلت منه الدمعة، والحياة مولعة وما فيش شغل ندور عليه. فكرت كده كويس قبل ما رد عليه وقلت له: فكرك ده مش كويس، وحاول تفكر فيه. انت فاكر ان الجواز ده حاجة بسيطة؟ دي حاجة مش عبيطة ومسؤولية كبيرة عليك. انت حتى ما خلصت تعليمك، وانت فاكر حتى شغلك اللي بيجيب لك يا دوبك اكلتين تاكلهم في بيتك هتقدر تكمل وتبني حياتك بيه؟ قال لي: اصلي بحبها ومن جمالها ما اقدرش اسيبها لوحدها، لاحسن حد يخطفها وانا بحبها. قلت له: ربنا حاسس بيك ومن قلبه بيدور عليك، الجأ الى الله وهو يديك اللي في النصيب. خلص تعليمك، خلص جيشك، وبعدين دور على شغل تبني بيه حياتك وتجيب بيه عيشك، وما تستعجلش في الحب علشان هتتبهدل على الفاضي في وقت انت مش راضي تصدق انك مش مستعد ليه. اوعى توعدها بحاجة لانك هتندم لو ما قدرتش. اوعى تقولها بحبك وتربطها بيك وانت مستقبلك مش واضح. خليك امين وصراحة باللي انت فيه، وربنا يدبر الحياة كما يقول الكتاب المقدس: لكل شيء زمان ولكل امر تحت السماوات وقت. سفر الجامعة الإصحاح الثالث آية 1، يعني كل حاجة ليها وقت، فما تستعجلش.